8 أشهر بلا رواتب، هذا هو حال المعلمين النازحين في عدن. توجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء لا تنفذها وزارة المالية. نازحون بلا مأوى ولا دولة تساندهم بأقل حقوقهم الوظيفية. فإلى متى يستمر هذا الوضع؟ أهلا بكم. نفذ معلمون نازحون في عدن وقفة احتجاجية أمام مكتب وزارة المالية للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر بناء على توجيهات الرئيس هادي ورئيس الحكومة. يعيش مئات المعلمين بلا رواتب منذ شهور طويلة، هم وأسرهم وأطفالهم فارين من الحرب، يستقبلهم عبث الأجهزة الحكومية وفساد مسؤوليها. المعلمون وجهوا نداء استغاثة لمن يهمه الأمر لمناصرة قضيتهم العادلة إلى أن يتم صرف رواتبهم التي يفترض أنها حقا أصيلا لهم. فروا من جحيم الحرب إلى جحيم الحرمان، فالموت جوعا لا يختلف كثيرا عن الموت بآلة الحرب. في عدن مئات المعلمين النازحين من مدن أخرى يواصلون أداء وظيفتهم التعليمية ولا يستلمون رواتبهم. الرئيس هادي ورئيس الحكومة وجه وزير المالية بنقل هؤلاء المعلمين واعتماد رواتبهم وصرفها شهريا، لكنهم منذ يناير الماضي لم يستلموا رواتبهم رغم أنهم استكملوا ملفاتهم ووثائقهم الإدارية. وكل ما جئنا نطالب، كل ما يقولون انتظروا، إلى مساء انتظار قد أصبحنا أولادنا في مأساة، والمأساة مستمرة. ندعو إلى صرف الرواتب بصورة عاجلة قبل العيد. في عدن يعيش هؤلاء المعلمون أوضاعا صعبة، نازحون بلا مأوى ومدرسون بلا رواتب، ولا دولة تكفيهم عناء المطالبة باستحقاق يفترض أنه أبسط الحقوق. المعلمون النازحون نفذوا أكثر من وقفة ورفعوا مطالبات رسمية، وقبل أيام احتجوا أمام مكتب وزارة المالية في عدن لمطالبتها بتنفيذ أوامر الرئيس. لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. يبدو أن هذه السياسة ليست ما يعانيه المعلمون فحسب، وإنما عنوان مرحلة من العجز الحكومي والتفلت الرسمي يرقى بعضه إلى حد الجريمة، وليس فقط التقصير، لا سيما وأن البلد تخوض حربا مع الإنقلابيين في صنعاء وعدن تتطلب قدرا عاليا من الحس الوطني والمسؤولية الإدارية والسياسية. تمضي الأيام في عدن وتمضي معها فرص المواطنين بعاصمة نموذجية، وتتسرب معها الدولة من بين يدي الرئيس وشرعيته. فهل سيصحو قبل فوات الأوان، أم أننا سنعيش سيناريو صنعاء مجددا؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة والتي ستكون فيها معي عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذة نهلة القرشي وهي تربوية، وسينضم معها آخرون أيضا. مساء الخير أستاذة نهلة. مساء النور، يسعد مساكي. أهلا بك معنا أستاذة نهلة. يعني التربويون ما بين جحيم الميليشيا وإهمال الشرعية، أين أنتم الآن؟ احنا معاناة كبيرة للنازحين في عدن، منها عدم صرف سرعة صرف الرواتب للنازحين، منها الدفعة الرابعة مداومين ومباشرين أعمالهم من شهر واحد إلى الآن لم يستلموا الراتب بسبب حجزها في المالية. ما سبب حجزها في المالية؟ وقد تمت إخراجها من الخدمة وإخراجها من التربية، فلماذا لم يصرف للرواتب للنازحين الدفعة الرابعة؟ هذه معاناتنا إحنا النازحين بعدم صرف رواتبنا، بعدم تسجيل الدفع في المناطق المحررة. لم يتم تسهيل حتى التسجيل، لازم يعني واحد ينزل لعدن عشان يسجل، هذه مأساة. نعم، طيب يعني منذ متى نزحتم أنتم يعني؟ هلا في يعني معاناه كثيره غير اشرحي هذه المعاناه. هناك كمان تم تكوين لجنه تتكلم باسم النازحين، يقودها رئيس اللجنه اخو الاحرار، لانه خلاص يعني احنا معاناتنا زادت عن حدها، فلازم هناك يكون لجنه تتكلم وتتحدث عنا وتقوم بحل مشاكلنا. يعني النازحين إلى الآن لم تصرف رواتبهم الدفعة الرابعة.
نعم، هل فقط الدفعة الرابعة التي لم تصرف رواتبهم، يعني كونكم أنتم يعني أنت تتحدثي باسم الدفعة الرابعة، أم أيضا الدفعة الأولى والثانية والثالثة لها نفس الإشكاليات؟ استمعتي إلي؟ الصوت ما فيش. طيب بأرفع صوتي شوية أستاذة نهلا. نعم، يعني هل فقط هذه المشكلة عندكم أنتم فقط الدفعة الرابعة؟ لا، هذه المعاناة من بداية الدفعة الأولى. من الدفعة الأولى كمان نفس الحكاية، يعني يداوموا شهور ويتم الصرف بعد الشهور، يعني قد ليس يعني كل شهر بشهر مداوم مباشر العمل. طيب اسمحي لي استاذه نهلا، يعني حتى يفهم المواطن ويفهم من يستمع الينا الان، يعني لب الحكايه، ما هي فكره النزوح؟ هل نزحتم انتم لاجل استمرار العمل ومداومتكم، لاجل استلام استحقاقاتكم؟ من اين نزحتم الى اين؟ ما هي الفكره بالضبط؟ نزحنا بسبب عدم توفر رواتبنا من الحوثيين لمدة سنتين كاملة من غير رواتب، أو أكثر من سنتين، فإحنا يعني خلاص يعني ضاقت فينا الحياة. قدمنا إلى عدن للتسجيل لتسليم رواتبنا وتسهيل هذا الشيء، لكن لقينا صعوبة أخرى في تسليم الرواتب بعدم صرفها بأسرع وقت ممكن. يعني النازح يعاني من عدم صرف الرواتب بسهولة في عدن كذلك. طيب بالنسبة لكم أنتم، يعني هل تم توفير مساكن لكم؟ هل تم، كيف تم استقبالكم؟ من المعني بكم كمجموعات تأتي إلى عدن والمحافظات المحررة لكي يستمر توزيعها واستلام رواتبها؟ كيف تصرفتم؟ في هذه النقطة كمان عدم تسهيل تسليم الرواتب للدفعة السابقة للدفعة الثالثة، عدم تسهيل تسليم الرواتب في المناطق المحررة، يعني ينزل لازم النازح ينزل إلى عدن عشان يستلم بس راتبه. لماذا لم يتم تسليم الرواتب عن طريق حساب الكريمي لكل موظف؟ لماذا لم يتم التسهيل؟ الدفعة الرابعة تم تسليم الرواتب لكل الموظفين ما عدا التربويون، إلى الآن لم تسلم للدفعة الرابعة. نعم، هذه من ضمن المعاناة التي يعاني منها النازحين، لعدم تسهيل تسليم رواتبهم بالمناطق المحررة. نعم، أسهل شيء. أستاذة بس يعني كنت سألتك أيضا بالنسبة للنازحين المقيمين في عدن أو في المناطق المحررة، هل تم توفير مساكن لهم أم أنهم ذهبوا من تلقاء أنفسهم ودبروا أمور السكن؟ وأيضا تظهر معاناة جديدة بعدم استلام الرواتب. أكيد أكيد، السكن هذه مشكلة كبيرة جدا، عدم توفير كمان السكن. السكن هنا بعدن يعني غالي جدا بالنسبة للنازح، معاناة لعدم تسليم الإيجارات وصعوبة تسليمها، هذه أكبر مشكلة كمان للنازح في عدن. نعم، إذا ما هي أو من هي الجهة المعنية بحل مشكلتكم أستاذة؟ هي وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم لازم تسهل لنا في صرف رواتبنا للنازحين، كذلك تسهيل التسجيل الدفع الجديدة، لأنه صعب واحد يعني ينزل إلى عدن للتسجيل بسهولة. هذه هناك معاناة بالنزول في الطرق والنقاط من السفر لعدن، سرعة صرف الرواتب للدفع، لماذا الوقوف صرف الرواتب في المالية؟ لماذا تأخيرها شهور؟ يعني بتوفي السنة. نعم، إذا لازم سرعة صرف الرواتب للنازحين. نعم، يعني الآن الإشكالية عند المالية أم عند التربية؟ المشكلة كمان التربية هي كمان تأخر الكشوفات عندها، بس كمان المالية تأخرها أكثر من ما تأخرها التربية. يعني هناك تأخير مشترك من قبل التربية برفع الكشوفات والمالية بعدم صرف المستحقات. نعم، إذا أستاذة نهلة لو تحدثنا عن إشكاليتك أنت، يعني من أين قدمتي؟ من أي محافظة؟ وهل أنت مستقرة في عدن أم فقط من النازحين الذين يأتون يستلمون رواتبهم؟ من صنعاء. تأتي إلى عدن لاستلام راتبك أم استقريتي في عدن؟
هذه مشكلتي كمان في هناك مشكلة أشياء أعرضها على عدم تسهيل معرفة أسماء في الكشوفات. يعني أنا في الدفعة الرابعة بالأخير يقولوا لي لا أنت مش في الرابعة في الخامسة. يعني الكشوفات صعب حتى أن احنا نعرف أسماءنا فين بالضبط، يعني فين نروح عشان أعرف اسمي موجود ولا مش موجود. هذه كمان في صعوبة جداً جداً في معرفة الكشوفات، ضموها داخل الكمبيوتر من الموظفين، يعني في ضغط على الموظف عشان نعرف أسماءنا. لحد الآن في أسماء، يعني لحد الآن مش عارفين يعني فين أسماءنا في الدفعة الرابعة، في الدفعة الخامسة، في الدفعة السادسة. هذه مشكلة كبيرة. ومن ضمن المشاكل أيضاً في بعض موظفين ردوا عليهم قالوا أنتم ما فيش معكم قاعدة بيانات، يعني أسماءكم ليست واحد مسجلة. منتظر يعني 8 شهور وبعدين يقولوا له ما عندك قاعدة بيانات لأنه من توظيف 2011. طيب أستاذة نهلة، يعني أنت تحدثيني الآن عن دفعة خامسة أيضا ودفعة سادسة، هل لديك أي إحصائيات تقريبية بعدد هؤلاء المعلمين؟ مش يعني الإحصائية الدقيقة، بس الدفع هي عددها الدفعة الأخيرة هي السابعة، 7 دفع الذي قدمت إلى عدن. تقريبا كم 7 دفع تم تسليم الرواتب تسليم الرواتب ل3 دفع والدفع الباقية لم يتم تسليم وسرعة صرف الرواتب لهم. نعم، الدفعة التي سلم لها سلمت لهم رواتبهم كاملة. أيوة، الثالثة المستحقات الأولى لم يتم تسليمها، بعض الرواتب صرفت لهم وليس كاملة. طيب يعني هذه الإشكالية أستاذة نهلة، يعني أنتم الآن يعني قمتم بوقفة احتجاجية للمطالبة، هل هناك من استجاب لهذه الوقفة؟ هل يعني لمن أوصلتم صوتكم بالضبط؟ بالضبط هذه المشكلة الكبيرة. كمان عملنا وقفة أمام المالية وتم تسليم رسالة إلى المالية وتابعنا كمان إيش الرد لهذه الرسالة، لم يردوا لنا إلى الآن. نعم، يعني كنا نتمنى سرعة صرف الدفعة الرابعة قبل العيد، يعني خلاص يعني الناس داوموا وباشروا العمل من شهر 1 إلى الآن لم تسلم الرواتب. يعني داومتم وباشرتم العمل في عدن، أليس كذلك؟ يعني أنت نزحتي من صنعاء للعمل في عدن. أيوة أيوة، باشروا العمل وكل شيء تمام بس ما في صرف رواتب. طيب يعني بالخطوات القادمة، يعني بتوقف أيام قليلة للعيد ونعلم أن ربما يعني أن حبال الدولة طويلة، هل تتوقع أن يعني ستقومون بأي إجراءات أخرى للضغط على وزارة المالية على الأقل لصرف رواتبكم حتى يعني يتم تسهيل أيام العيد بالنسبة لكم؟ بالنسبة لنا عملنا وقفة قبل العيد علشان يتم صرف الرواتب، لكن لم نلقى أي استجابة من المالية. أملنا كبير إنهم يتعاونوا معنا ويصرفوها بأسرع وقت إذا لم يمكن بعد العيد، يعني خلاص يعني زاد الوقت حق الدفعة الرابعة. طيب يعني كيف تتدبرون الأمر أستاذة نهلة؟ يعني بلد جديد وسكن جديد وربما أغلبكم مع أسركم نازحين في هذه المحافظة، كيف يتم تدبر الأمر خاصة وأنتم قادمون وهناك 2 ماضية بدون استلام رواتب؟ نفس معاناتنا في السابق، نفس المعاناة، لا رواتب وديون ومشين حالنا في صعوبة ومأساة بكل بيت وأسرة نازحة في عدن. نعم، إذا اسمحي لنا أستاذة نهلة أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أبو سالم رئيس لجنة التربويين النازحين في محافظة عدن. مساء الخير سيد أبو سالم. ألو، نعم، إذا سنحاول معاودة الاتصال بالأستاذ أبو سالم، يعني يبدو أن هناك إشكالية في الصوت. أستاذة نهلة، يعني
بالنسبة لهؤلاء المعلمين الذين أنتم تقومون بوقفة احتجاجية، أنت من ضمنهم، طالبتم بسرعة الرواتب، ما هي الإجراءات التصعيدية في حال عدم الاستجابة لما طالبكم، خاصة يعني ونحن الآن في أيام صيف لا يمكن تعليق الدراسة، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها؟ الإجراءات سوف يتم مواصلة الوقفات بعد العيد إن شاء الله، في حالة إذا لم يستجيب لصرف رواتبنا بأسرع وقت ممكن سوف يتم التوقف، لأنه مش قادرين إحنا الاستمرار في عدن بالغلاء هذا، لازم صرف الرواتب. نعم، إذن عاد إلينا الأستاذ أبو سالم. مساء الخير أستاذ أبو سالم. نعم اهلا بك استاذ ابو سالم. يعيش الموظفون بالذات المعلمون يعني حسب ما تحدثت الاستاذه نهله ظروفا بالغه التعقيد على مستوى البلاد، وانتم بالتاكيد اكثر قربا واكثر عناء من ذلك، كيف تطالعون معاناه هؤلاء الموظفين جراء عدم استلام الراتب؟ في البدايه نشكر قناه فرطيس على استضافة التربويين النازحين في عدن والسماع إلى معاناتهم في عدن. بالنسبة للنازحين التربويين في محافظة عدن، عانوا الكثير من الصعوبات والمعوقات والعقبات من جهات مختلفة، من أطراف مختلفة، من وزارة التربية التعليمية والمهنية والخدمة المدنية. نعم. ولكن التربويين تحملوا هذه المعاناة وسجلوا أسمائهم في محافظة عدن على أمل أن يسلموا حقوقهم ومرتباتهم خصوصا للموظفين يعني في الدوائر الحكومية، إلا أنهم وجدوا صعوبة في الحصول على مرتباتهم مباشرة بعد دخولهم إلى محافظة عدن. وهذا بسبب بعض المعرقلين، بعض الاطراف اللي بتعمل على اعاقه وتشويه صوره الحكومه الشرعيه، مثلا معالي الدكتور احمد عبيد بن دغ. ولكن نشكر وزاره التربيه والتعليم على دورها الايجابي في صرف مرتبات ولو تاخرت، رغم انها تعمل على تاخير الأداء المالي على تأخير صرف المرتبات، إلا أنها وزارة التربية والتعليم نقدم لها جزيل الشكر والتقدير على اهتمامها بالنازحين التربويين وصرف مرتباتهم. كيف صرف من هم الذين استلموا رواتبهم إذا كان الأستاذة نهلة يعني تتحدث عن أربع دفع تقريبا لم يتم استلام رواتبها، يعني ما الذي قدمته وزارة التربية لهؤلاء الموظفين حتى يتم شكرها بهذا الشكل؟ أنا أوضح الرد على الأستاذة نهلاء. مشكورة الأستاذة نهلاء عضوة ضمن لجنة النازحين التربويين بمحافظة عدن والمسؤولة الاجتماعية في هذه اللجنة. وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم هي الوزارة الوحيدة الموجودة تقريبا في عدن التي تعمل على استقبال جميع النازحين بلا استثناء، وهي الوزارة الوحيدة التي تعمل على تسجيلهم داخل الوزارة. طبعا بعد تحديد موعد فتح تسجيل النازحين، طبعا هي الان كما اشرت الاستاذ نهلاء سبع دفعات تم استقبال سبع دفعات، الدفعه السابعه الان يتم استقبالهم وترتيب اوضاعهم داخل محافظه عدن. وصرف ثلاث دفعات الاولى والثانيه والثالثه هي الدفعات الاولى التي استكملت واستلمت قدرات منها استلموا من عام 2019 لأربع أشهر، ثم أربع أشهر ثمانية أشهر في 2019، ومن يناير 2018 الآن يستلمون رواتبهم شهريا، لكن هناك بعض الملاحظات على صرف الرواتب، لنا يعني بعض الملاحظات حول صرف الرواتب، في ملاحظات على استقبال النازحين، طريقة الاستقبال، في ملاحظات على الوزارة وعدم شفافية وعدم وضوح آلية لاستقبال النازحين. النازح هو هرب بسبب
بسبب ظروف امنيه، ظروف اجتماعيه، هرب من مناطق الحرب، مناطق المعاناه الى مناطق الدوله والقانون. ولكن هذا الهروب لابد انه عند وجود الدوله تستقبل هذا النازح وتوفر له جميع السبل، لان اسمه نازح. النازح لم ينتقل اداريا وماليا الى المحافظات المحرره، عباره عن نازح. نعم، هذه إشكالية حقيقية يعني أستاذ أبو سالم. يعني إذا كان النازح هو في محافظة محررة عليه أن ينزل إلى عدن لكي يستلم راتبه، هذه مشكلة فعلا حقيقية. من المعني بحلها؟ ثم نقطة أن وزارة التربية صرفت لثلاث دفع، ماذا عن الأربع دفع؟ يعني هو عدد غير قليل. يعني أوكي، هي شكرا لها تستقبل النازحين وتضم أسماءهم وتعيد ترتيب أوضاعهم، ولكن ما الحكمة؟ يعني 8 أشهر وهؤلاء المعلمون لم يستلموا رواتبهم بعد. هناك هنا بالنسبه لسؤالك، اننا صرفت الدفعه الرابعه استكملت وظائفها، وسلمت من وزاره التربيه الى الخدمه المدنيه. الخدمه المدنيه عملت على مراجعه هذه الكشوفات، اتضحت ان في من بين هذه الاسماء كشوفات قد تم الصرف لها، تكررت اسمائهم فاعادتها الى التربيه وتم غربله هذه الاسماء. يعني الكشوفات كانت ذهابا وايابا بين الخدمه والتربيه، نعم، حتى يتم الخروج بفراسه صحيحه ونظيفه. ثم بعد ذلك اتت مرحله المديريات المحرره، في مديريات محرره الحديده والبيضاء تم اعتمادها، فتم غربله هذه الكشوفات ثم اعيدت للماليه. الاشكاليه الاولى والاخيره هي وزاره الماليه، هي المسؤوله عن تاخر مرتبات الموظفين النازحين. هناك بعض قد نسميه من اللوبي الذي ما زال مترسخ من النظام البائد، هو الذي يعمل على عرقله تسيير وصرف مستحقات او مرتبات الموظفين، كانوا نازحين او كانوا اساسيين. أنا أقول لك في معنا ملاحظات، نحن كنازحين شكلنا لجنة التربويين النازحين في محافظة عدن، عملت على ترتيب هذه الإشكاليات الموجودة وعرضها على وزارة التربية والتعليم، لكن لم تستنى لنا مقابلة الوزير لطرح هذه الإشكاليات وكيف يمكننا أن نعالجها مع وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع النازحين. كيف يتم استقبالهم؟ كيف يتم توزيعهم في اوضاعهم؟ كيف يتم توفير المأوى والمسكن؟ كون النازح خرج لا يمتلك شيء لمده سنوات لن يستلم راتبه وليس له اي معين اخر غير الراتب. فلا بد اننا نقدم بعض الحلول والجلوس مع وزاره التربيه والتعليم توضح اليه التعامل مع النازح. النازح لا بد ان الوزاره تفرض عليه استمراريه مباشره عمل. هي الاشكاليه التي نحن لم تتضح لنا الصوره من قبل وزاره التربيه والتعليم، ما هو الداعي لفرض اشكاليه ومباشره للتربوي النازح؟ النازح هو غير مستقر، لابد ان الدوله تتكفل بجميع شؤونه واحتياجاته. نعم. هناك اشكاليات، سكن، الراتب، استقبال، اول ما يتم استقبال لابد ان التربيه تقسم الدفعه مثلا الرابعه، تقسمها الشهر الاول اكتملت عند 100 شخص، لابد ان الوزاره مباشره ترحل 100 شخص، لو الخدمه يتم معالجتها مباشره حتى لا تتكدس الاسماء، يحصل فيها تكرار، يحصل فيها رغب وفوضى، لابد ان الوزاره تعمل فترات، تقسم المرحله الواحده والدفعه الواحده الى اعداد محدده وترحلها، ثم تعديل تسجيل بعدهم في نفس المجموعه، في نفس الدفعه، حتى لا يحصل تكدس. نعم، سأسألك عن هذه النقطة أستاذ أبو سالم، يعني اسمح لي سأعود إليك، ولكن بعد أن أعود إلى الأستاذة نهلة. أستاذة نهلة، يعني سمعتي، أتمنى أنك استمعتي لحديث الأستاذ أبو سالم، أن يكون الصوت واضح أو وصل إليك بشكل جيد. يعني هناك أيضا إشكالية أستاذة، نعم، هناك إشكالية حقيقية يطرحها الأستاذ أبو سالم، وهي يعني تكرار الأسماء في بعض كشوفات الدفعات. يعني في نهاية الأمر المسألة ليست بالسهولة التي نحن نتوقع، هناك تكدس حقيقي يحدث أيضا في محافظة عدن، عدد مدرسين ربما أكثر من طاقتها الاستيعابية، كل هذه الإشكاليات هي تعرقل
ربما استلام الرواتب، كيف يمكنكم مساعدة التربية في إيصال كشوف حقيقية، بياناتها واضحة، عدم تكرار الأسماء؟ هل هذا الأمر أنتم من تقومون به؟ كيف يتم يعني حل هذه الإشكالية؟ الإشكالية لازم يتم علاجها من وزارة التربية، كيف يتم عدم تكرار الأسماء، وليش كمان هناك سقوط أسماء كثيرة؟ هذا العلاج يتم من الوزارة نفسها، ليش هذا الغلط؟ ليش هذا تكرار الأسماء؟ طيب، يعني هناك إشكالية أيضا وضعها الأستاذ أبو سالم، يعني يتحدث عن أن لابد من آلية لاستقبال النازحين، ربما شفافية أيضا في الكشوفات وإعلانها كما تفضلتي حتى يعلم كل معلم أين سيستلم. مسألة تكدس المعلمين وطاقة عدن الاستيعابية، هل هي كافية أم لا؟ برأيك يعني كيف يمكن تجاوز مثل هذه الإشكاليات، يعني خاصة وأنتم نازحين ربما عانيتم في مسألة الاستقبال، ويعني الوزارة تطلب استمرارية، ربما لا تحتاجكم المدارس، كيف تم التصرف بهذا الأمر؟ بالضبط، يعني ليش لازم لازم كل النازحين ينزلوا في عدن؟ كيف بيكون استيعاب الدولة لهذا العدد؟ لازم يتم معالجة هذا الموضوع، كم مدارس عدن وكم النازحين، لازم يكون في تنظيم من داخل وزارة التربية كيف يتم استيعاب هؤلاء النازحين. نعم، إذا نشكرك أستاذة نهلة القرشي التربوية، كنت معنا القرشي عفوا كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، نشكر لك هذه المشاركة ونتمنى أن يتم حل أمركم بصورة أسرع. إذا عودة إليك أستاذ أبو سالم، أستاذ أبو سالم، يعني فعلا يعني هناك طرقت مشكلة حقيقية وهي مسألة القدرة الاستيعابية للمحافظة، مسألة تكدس الدفعات الأولى تلو الأخرى إلى أن وصلنا إلى السابعة دون تقسيم حقيقي ودون رؤية واضحة، لما لم يتم يعني لقاؤكم مع وزير التربية حتى ربما تضعون العديد من الحلول أمامهم لهذه الإشكاليات؟ بالنسبة لهذه الإشكاليات تم حضورنا إلى وزارة التربية والتعليم في عدن، ممثلين برئيس اللجنة وأعضاء اللجنة لمحاولة الجلوس مع وزير التربية ومناقشة هذه الإشكاليات التي تعمل على وضع العراقيل والعقوبات والصعوبات امام النازحين. فكان التقينا بالاخ مدير مكتب الوزير محمد طاهري مشكورا على استقباله لنا وتفهمه لتشكيل هذه اللجنه، حيث اوضحنا الى الاخ محمد طاهري ان هذه اللجنه هي عباره عن لجنه تخفف العبء على وزاره التربيه والتعليم حتى لا يحدث ان يحضر النازحين كلهم بافواج كثيره على الوزاره وتسبب عمل فوضى، وخاصه مع الاوضاع الشبه يعني غير مستقره في المحافظه. فطرحنا عليه او عرضنا عليه بعض الحلول، منها مثلا الاعداد الكبيره الذي ينزحون الى عدن. الاليه التي نحل بها هذه الاشكاليه ان المحافظه عدن كم احتياجها من عدد النازحين، كم احتياجها من المدرسين، كم تحتاج مدرسين ضمن الخطه التي معده من قبل قطاع التعليم واداره التعليم بالمكاتب بالمحافظات، كم احتياجها من عدد المعلمين. اذا لابد ان عندما تحدد العدد النازحين موجودين باعداد كبيره تعطي اختيار ان النازح مستعد يقدم كل العطاء لدولته لوطنه لاجل الاجيال والطلاب، مستعد يدرس ولو يتعرض للمعاناه، مستعد يقدم خدمات الوطن. كيف الاليه؟ يتم اختيار التطوعيه المدرس النازح كونه نزل على الوزاره ان تستقبله، ويتم توزيعه بحسب ظروفه، والوزاره توضح سكن وتحدد للنازح سكن. مثلا في بعض المدارس معها بطول كثيره واضافيه، كما هو معمول في المحافظات الشماليه،
المدرسين يدرسوا في مدارس ويكونوا داخل المدارس، يعني ممكن في نهار عدن تجمع 5 مدرسين مستعدين للعمل وقادرين على ان يقدموا العطاء، تقدم المدرسه هذه في فضل فضل يتم يعني اخلاء فصل دراسي مضاف او زياده للمدرسين اللي يكتبوا داخل المدرسه. هنا استطعنا ان نغطي هذه المدرسه من احتياجها من المعلمين النازحين طوعيا ليس اجباريا. نعم، لكن هل استاذ يعني اسمح لي، هل عدن بحاجه لكل هؤلاء المعلمين؟ يعني منطقيا انت تطالبهم بالدوام وتريد منهم، يعني هل هناك يعني طاقه استيعابيه لكل هؤلاء؟ هنا الاشكاليه، قلنا لك انه لم تتضح الاليه الواضحه الصحيحه من قبل الوزاره كيفيه التعامل، لا توجد الشفافيه والوضوح. هذا ناجح من ابناء البلد، فلا بد ان الدوله عندما تستقبل الناجح تستقبله وتوفر له جميع الظروف الملائمه له، لانه انتقل من مكنه نظرا للظروف والاعداد اللي حصلت. اذا الدوله تستقبله باحتياج خطه قطاع التعليم، خطه احتياج النازحين، العدد المطلوب تغطي له محافظة عدن، ثم محافظة سعد في محافظة سعد كذلك في عدن للمدرسين. هنا يكون التدريس طوعيا، فيدرس المعلم يوجد له سكن حتى اذا كان مثلا في تخصصات علميه في بعض المدارس فيها عدن. في مدرسين نازحين مواد علميه منهم زوجي او هو واسرته يكونوا في فصل تفضل فصل يكونوا واسرته مستعد للمدرس كونه نازح وعارف لمحارب واضطرابات مستعد يسمع اولاده في فصل دراسي مؤقت، حل حلول مؤقته. لا يتعرض الى تعصب، المدرس الناجح لا يتعرض الى تعصب، وكذلك لا يفرض عليه مباشره عمل. هنا يتم اكتفاء وتغطيه الفصول والمدارس والمحافظات المحرره من النازحين طوعيا، ولا يفرض على المدرس الناجح. نعم، اذا يعني نامل افضل بس اكمل لك، لو نفترض امانه العاصمه تقريبا يجي على 25,000 معلم تربوي، اذا انتقلنا الى عدن كم سعه عدن احتياجها من عدد المدرسين؟ إذا يعني نأمل أن تحل المسألة أستاذ أبو سالم، يعني وخاصة بلقائكم بوزير التربية والتعليم ربما تضعون أمامه الكثير من الحلول، وأيضا محاولة معالجة العديد من قضايا المعلمين النازحين. شكرا جزيلا لك أبو سالم، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وأنت عفوا عبر الهاتف، وأنت رئيس لجنة التربويين النازحين في محافظة عدن. وينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية محمد العزيزي، عضو ملتقى الموظفين النازحين بعدن. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير لك سيدتي ولكل طاقم قناة بلقيس الفضائية، والسلام والنصر لليمن ولشعبه المكافح. أهلا بك ومرحبا أستاذ محمد، وبداية كونكم يعني ملتقى موظفين النازحين بعدن، يعني كيف أتت فكرة أن تنظموا هذا الملتقى بداية؟ فكرة تنظيم الملتقى هو كان عبارة عن التواصل الشخصي مع مجموعة من الموظفين النازحين خلال عامين في العاصمة المؤقتة عدن. بدأنا نجمع هؤلاء الموظفين النازحين في جروب في برنامج الواتساب ووسائل الاتصال التواصل الاجتماعي الأخرى، نفكر أن نؤسس هذا الملتقى بشكل رسمي، لكن هناك مشكلات تقابلنا في وزارة المختصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنهم موقفين الآن ترخيص المنظمات المجتمع المدني، وبالتالي نحن نعمل الآن بجهود ذاتية تحت التأسيس. نعم، إذا أستاذ محمد يعني هل شرحت لنا إشكالية الموظفين النازحين بالضبط في عدن؟ بالنسبة لإشكالية الموظفين النازحين في محافظة عدن في العاصمة المؤقتة عدن، تأتي في إطار مشكلة وفي صياغ المشكلة العامة لموظفي الدولة، وخاصة الواقعة الموظفين الدولة الموظفين الواقعين في المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإيرانية.
التي يعاني الأمرين، يعانوا يعني تسلط سيف الميليشيات وحربها على الموظفين بنهب مرتباتهم من البنك المركزي، وهذه قضية يعلمها الجميع، وكذلك سندان الجوع والجوع بانقطاع الراتب من الحكومة الشرعية لهم في هذه المناطق. هؤلاء الموظفين بشكل عام والنازحين بشكل خاص يواجهون الكثير من المعاناة. دعينا سيدتي نناقش هذه القضية أولا بتقسيم الموظفين الدولة إلى فئات، ولكل فئة من هذه الفئات لها معاناتها ومشاكلها. نعم. وثم نناقش ما هي المعاناة وما هي المعالجات التي يتطلب أن تقوم بها الحكومة الشرعية. تفضل. نعم، أردت أن تقسم في البداية الموظفين. نحب نعم، هناك أولا الموظفين بشكل عام، رواتب الموظفين بشكل عام منذ عامين ونصف انقطعت رواتب هؤلاء الموظفين، وخاصة في المحافظات المحتلة من قبل الميليشيات الحوثية. وهؤلاء الموظفين أيضا ينقسمون إلى أقسام، قسم الموظفين المدنيين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وخصوصا وزارات التربية والتعليم ووزارات التعليم العالي ووزارة الصحة العامة والسكان، لأن هؤلاء الموظفين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين في هذه المحافظات. ثم بقية الموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة، أيضا هناك نوع آخر من الموظفين اللي هم المتقاعدين التي أحيلت رواتبهم إلى الهيئة العامة للتأمينات العامة والمعاشات، وهؤلاء يعني بعد سطو الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء على مرتباتهم من الهيئة العامة للتأمينات العامة والمعاشات، يعانون أيضا الأمرين مرارة الجوع من انقطاع رواتبهم التي تعيلهم في عجزهم، ومرارة الخوف من هذه الميليشيات عندما يطالبون بها، يطالبون مستحقاتهم منها. كذلك هناك فئة أخرى من موظفين الدولة، هو موظفين نسبة 25% لعام 2011، وهؤلاء لهم مشاكلهم أيضا الخاصة. يعني الجهات المختصة التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية تم توزيعهم بشكل تعسفي في وزارة التربية والتعليم بدون تنسيق مسبق معهم، وفي تخصص لا يتناسب مع تخصصاتهم، كما إنهم تم إسقاط مرتباتهم أو حجزها في وزارة الخدمة المدنية والمالية في التابعة للميليشيات الحوثية، بحجتهم إنهم رفضوا التوزيع ورفعوا قضية في المحاكم، ولا زال والآن بين الجهة المختصة التي تسيطر عليها الميليشيات والمحاكم، أيضا لتقع تحت أيضا مطرقة الميليشيات. أيضا هناك قضية أخرى، الموظفين المتفرغين علميا، هناك ملف متكامل في وزارة المالية لدى الحكومة الشرعية، وهنا بالتحديد لدى المختص الأستاذ علوي حسون ماطر، لديه هذا ملف متكامل لأكثر من متفرغ علميا، وهؤلاء المتفرغين علميا هم أكاديميين وهم مسؤولين سابقين في أجهزة ومؤسسة الدولة. نعم. وكانوا متفرغين، ولحد الآن أسقطت رواتبهم من كلا الطرفين، ولم يعني منذ عامين، والملف حقهم صح. محجوز في لدى المختصين في وزارة المالية، وهذه النوعية اللي نتكلم عنها. كما نعم. إنه هل النوعية تستطيعون أنتم الأخيرة؟ نعم. وهي نوعية الموظفين النازحين. تفضل. الموظفين النازحين بشكل عام والتربويين بشكل خاص، فهنا يعني هناك كثير من المعاناة لهذه الشريحة النازحة من المحافظات المحتلة. نعم أستاذ أبو محمد، يعني هذه الإشكاليات أو الفئات التي تحدثت عنها أنتم كملتقى، هل يعني تطالبون ب يعني برواتب الذين نزحوا إلى عدن، واستطعتم يعني الوصول إلى أي حلول؟ حدثني عن الخطوات العملية التي قمتم بها. طبعا نحن يعني بجهود خاصة كنا نتابع متطوعين، يعني أفراد متطوعين لهؤلاء الناس المظلومين والمسلوبين حقوقهم، فطرأت علينا فكرة تشكيل الملتقى وتجميع الناس النازحين في محافظة عدن لنكون صوت لكل موظفين الدولة وليس للنازحين فقط. قمنا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة المالية،
كانت الوقفات الاحتجاجية متتالية، يعني كان آخرها الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي الموافق 12 أغسطس الحالي. لكن للأسف الشديد المسؤولين في وزارة المالية والجهات المختصة في التربية والتعليم والجهات الأخرى لا تسمع للأصوات السلمية ولا تسمع لهؤلاء المظلومين من الناس. وبالتالي نحن لجأنا إلى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لإيصال أصواتنا عاليا إلى كل مسؤولية الدولة، وفي مقدمتهم الوالد الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، والأخ الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة وطاقم حكومته، وكذلك إلى المنظمات الإنسانية المعنية بالحقوق والدولية المعنية يعني بذلك. وهي قضية الآن نطرحها وقوة أمام نعم، مع متابعتنا لهذا الملف أستاذ محمد، يعني قيل بأن هناك أمر واضح من رئيس الجمهورية وكذلك من رئيس الوزراء بسرعة صرف المستحقات لهؤلاء النازحين، خاصة التربويين بمختلف الدفعات التي لديهم، يعني لما يتم تأخير استلام نعم الراتب من الوزارة المالية؟ أين المشكلة بالضبط؟ نعم، هناك توجيهات صريحة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة صرف رواتب الموظفين بشكل النازحين بشكل عام والتربويين بشكل خاص، لكن للأسف الشديد هناك جهات تعرقل وأشخاص تعرقل هذه التوجيهات وتسيء للحكومة الشرعية. لما لا يتم التحدث عنهم بصراحة ممثلة بالمسؤولين في وزارة؟ نعم لا، سنتكلم يعني بصراحة. نعم يعني أنا أحمل هنا المسؤولية وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، وأحمل يعني شخصيا الدكتور وزير المالية وزير التربية والتعليم لأنه المسؤول على هذه الفئة الكبيرة من الموظفين، ونائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني أحملهم المسؤولية التامة والكاملة حول معاناة هؤلاء التربويين. يعني نعم الدفعة خاصة الدفعة الرابعة من يناير، وهم نعم لما لا يتم العودة لرئاسة الوزراء بأن يعني هناك عرقلة للتوجيه الذي قمتم به من قبل سين وصاد من الناس؟ لا ندري ما سبب هذه العرقلة، يعني ما هي الخطوات التي قمتم بها حتى يتم التعرف على الإشكالية الحقيقية أين تكمن؟ يعني ما هي أسباب وزارة المالية وزارة التربية والتعليم أن تتعنت لموظفين لديهم أمر صريح بسرعة صرف رواتبهم؟ نعم سيدتي، هناك خطوات إجرائية إن شاء الله سيقوم بها الملتقى في العاصمة المؤقتة عدن لإيصال رسالتنا ليس لرئيس الحكومة فقط بل أيضا إلى المنظمات والمنظمات الدولية والإنسانية، وسنصلها أيضا إلى طاولة المتحاورين في جنيف في سبتمبر القادم إن شاء الله برسائل عبر كل القنوات التي نستطيع أن نصل إليهم منها. لكن يعني واحدة من الأسباب التي جعلنا ألا نرفع يعني هذه القضية إلى المسؤولين في الحكومة هو الوعود والعقوبية والمماطلة الشديدة والاستمتاع بمعاناة هؤلاء الموظفين النازحين من قبل المختصين في وزارة المالية والقائمين بالمسؤولية عليها. هناك أيضا يعني قضية أخرى نحب أن نطرقها، إنه هؤلاء الموظفين التربويين وموظفين آخرين سقطت أسماءهم من الملفات لدى لجنة استقبال النازحين بوزارة المالية التي توقفت أعمالها في 15 مارس من العام الجاري، ولم يصرف مرتباتهم حتى الآن، وهناك وعود من هؤلاء المختصين في لجنة استقبال النازحين والمختصين في وزارة المالية في مكتب نائب وزير المالية يعني بصرف مرتبات هذه الدفعة الرابعة والساقطين والذين سقطت أسماءهم من الموظفين النازحين الذي تقدموا بملفاتهم إلى الوزارة الخدمة المدنية والمالية مسبقا، إلا أن هذه الوعود من أسبوع إلى آخر وعود عرقوبية لا تنفذ ولديهم حقوق واهية. نحن هنا يا سيدتي نطالب بصرف مرتبات
شبابات الموظفين في كل مكان، سواء في المحافظات التي نزحوا لها التي تقع تحت سيطرة الشرعية، أو المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الاحتلال الميليشيات الحوثية الإيرانية. من لأن هؤلاء الموظفين هم نخبة المجتمع، و 90% منهم مؤيدين للشرعية، وهذا ما تحدث به لسان المدعو محمد البخيتي في إحدى تصريحاته لإحدى القنوات الفضائية، بأنه يعني معظم من يعني المستهدفين في هذه المحافظات هم من المناصرين ما يسمونهم العدوان. نحن نقول هنا إنه يجب أن تكون يعني أقوات الناس وأطفالهم وأسرهم أن تكون بعيدة عن الصراع القائم والحرب بين الشرعية والانقلاب. ثم إنها هذه قضية إنسانية، والله إن هناك قصص يعني يحزن لها القلب وتدمع لها العين. تزداد المعاناة يعني خصوصا بالنزوح، يعني ربما يعني عامان من عدم استلام الرواتب، أضيف إليها معاناة أخرى وهي نزوح أيضا بدون رواتب. يعني أتمنى لكم التوفيق في المهام التي تقومون بها، وأن يتم فعلا سرعة استلام رواتبكم قبل العيد على الأقل، لكي تنعموا بهذا العيد عوضا عن العيد السابق. شكرا جزيلا لك محمد العزيزي، عضو ملتقى الموظفين النازحين بعدن، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.